بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذه موتور فولكس فاجن، يعني موتور الفولكس، يعني اللي هي فولكس فاجن 1.9 نسموه احنا، موتور 130، موتور 130، وفما منهم الاس دي وفما منهم التي دي. هذا مثلا اس دي، وفما منهم التي دي اللي هو هذا البلف التبخير نتاعو يجي فوق. ديما الاغلبيه الفولكس فاجن يعني الفولكس يجي البلف التبخير الفوق اللي هو هذا، هذا مكان بلف التبخير هذا. وهذا راهو موجود في الكاش نفسه، هذا منه فيه راكب منه فيه، يعني حتى مش تنظفه، مش نظفه لازم تنحي هذا كله، لازم نحي الكاش هذا كله تنحيه، مش نجم تنظفه من جهه اخرى اذا كانت تحب تنظفه. هذا هو بلف التبخير ومصب بالزيت احدى بعضهم، جو تلقاهم احدى بعضهم. يعني هذا في الفولكس فاجن، هذا في اللي هو الاس دي والتي دي، موجود في جميع السيارات من جولف 5 للكادي، المر يعني عدة أنواع من السيارات موجود فيها المحرك هذا، يسموه 1.9، هذا اس دي يسموه، وفما الآخر تي دي.